العديد من النداءات التي قامت بها قناة الأنيس من أجل تسليط الضوء على مسجد سيدي قاسم ابن الأحسن المعروف بسبع أرجود، فهو اليوم يتم تصنيفه من طرف مديرية الثقافة لولاية بتنا. موقع هذا المسجد سبع رقود هو من أقدم المساجد اللي كاينة في الجزائر بصفة عامة، وباتنا بصفة خاصة. المسجد هذا راه يمتاز بالطابع التراثي تاعو، أنه معلم تاريخي في طور التصنيف. هذا المعلم التاريخي راهو الإنجاز تاعو راهو من أربع قرون، يعود لسنة 1600، وقبل 1600 اسم الآثار المكتوبة تعود لسنة 1623. من بين الآثار الموجودة في المسجد هذا هما الأعمدة تاعو، اللي هي أعمدة مستقدمة من منطقة يسميوها هنا القطارة، اللي هي آثار رومانية. حطوا الأعمدة الرومانية بالتيجان نتاعها اللي رانا نشوفوا فيهم التيجان نتاعها، وبناوا هذا المسجد. المسجد هذا تبنى على مراحل. المرحلة الأولى اللي هي هذا المسجد الأول اللي تبنى سنة 1600، وكاين التوسعة اللي صارت في الستينات في سبعينات القرن الماضي، اللي زادوا فيه المنارة، زادوا فيه المنبر، والتوسعة تاع المائدة. المسجد هذا راه خرج الكثير من المشايخ في وقت الثورة، اللي قادوا الثورة. وما ذكر في التاريخ وفي الأرشيف أنه الرحالة لويس فيرو قال لهم بلي هذا المسجد راه من أقدم المساجد في المنطقة، ويمتاز بالتراث تاعو، وباقي محافظ على الوصف تاعو. المسجد كان في حالة غير لائقة، وتمت بفضل الله وبمعونة الجمعية قاموا بتنظيف المسجد هذا وإعادته إلى حالة تقدر تتشرف تشوف المسجد هذا ولا مركز تعليم قرآن، صلاة تراويح، يسمى قاعد محافظ على الروحانية تاعو المسجد. هي هنايا في المسجد كاين الجثمان تاعهم، راهم باقيين توابيت سبعة وتابوت صغير، يسمى رمزية القصة، كقصة أهل الكهف هكذا، هذه رمزية تاع القصة. والحاجة الثانية اللي تميز ثاني المسجد هذا أنه ضريح لالا رقية أم أحمد باي، أو هنا ضريح، وضريح الولي الصالح اللي ساهم في بناء المسجد، اللي هو سيدي الصالح. حيث تم ترميم هذا المسجد الذي يقارب خمسة قرون بعد أن كان مهمشا في حالة مزرية، أين يعود الفضل لترميمه إلى جمعية العلماء المسلمين شعبة نجاوس عن طريق الناشطة الجمعية أسماء كواشي، ليصبح اليوم مدرسة قرآنية لتعليم القرآن، ويبقى مسجد سبع رقود رمزا للتراث والأصالة الضاربة في أعماق التاريخ.